أربع علامات بتدل على تجدد السحر ليك خلال هذا الشهر المبارك اللي هو شعبان. نعرف إن الشياطين يعني سبحان الله بتعمل الأسحار لينا عشان تبعدنا عن طريق الله جل وعلا، وعشان تبعدنا عن سواء الصراط. والمشكلة من كل ده إن بيبقى فيه آلام بتصحب تجديد السحر. فخليني أسألك سؤال، ما بتحسش كده إن فيه انتفاخات في بطنك، والانتفاخات دي شديدة جدا، وتبص تلاقي إنك أنت عايز تخش الحمام، لكن لما تدخل الحمام ما تقضيش حاجتك، ويصحبك إمساك لمدة يومين أو ثلاثة، وإن في آلام بتكون كده يعني فوق الحوض أو على جانبي الرحم، وتبص تلاقي أثناء التبول لو أنت رجل تلاقي إن في حرقة شديدة جدا في البول، وفي نبض في الرحم أو نبض في الخصية عندك. إذا كانت العلامة دي موجودة عندك فاعرف إن السحر جدد ليك، فلازم إنك أنت تعمل اللي أنا هقول لك عليه بعد لحظات. الأمر الثاني يا أخي الكريم، يعني سبحان الله لما تيجي مثلا على سبيل المثال تبص تلاقي نفسك يعني ماشي كده في الطريق تلاقي ان في دوخة أصابتك، مع ان في يعني سبحان الله خمول شديد جدا حصل في جسمك، والخمول ده مش عارف انك انت تخرج منه نهائيا، وتيجي عايز تنام على الفراش مش راضي انك انت تقوم، ومهما حاولت انك انت تقوم بتلاقي ان جسمك فيه تكسر شديد قوي، وفي تعب في منطقة الأكتاف، وتعب في الركب عندك، وتعب في المفاصل، وفي شكة في كعب رجلك من تحت. إذا كانت العلامة التانية دي موجودة عندك فاكتب لي في التعليقات. تعال بقى نخش على العلامة التالتة، وهي دي علامة مهمة. تبص تلاقي إن في صداع بيصحبك في الرأس، الصداع ده بتصحبه زغللة في العينين مع دوخة مع عدم رغبة يعني سبحان الله في الاختلاط بالآخرين. عندك حب عزلة كده، عايز تقعد لنفسك، وتجيلك أفكار سيئة كتير جدا، ما تعرفش إنك أنت تخرج من الأفكار السيئة دي ولا تتوارى عنها. دي العلامة التالتة. اما بالنسبه للعلامه الرابعه فعايزك انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ان في يعني سبحان الله حاجه كده بتكسم عليك اثناء نومك، او ان في حاجه مسكاك من خلف الراس كده الام شديده جدا. مهما حاولت انك انت تتخلص من الالام ديت تبص تلاقيها ان هي بتزيد عندك، ومهما يعني اخذت من كل الاساليب ومن كل الطرق تبص تلاقي ان في حاجه مسكاك من راسك من الخلف كده ومش عارف انك انت تخلص منها. دي علامات بتدل على تجدد السحر من طريق البشر. للأسف الشديد ان بيجي السحر يتصل بالشخصية اللي عملت لك السحر ويقول لها لازم انك انت تجدد السحر عشان احنا داخلين على رمضان، فلازم ان احنا نأسر الشخص ده ونمسكه الا يفلت مننا في خلال شهر رمضان. فتذهب مثلا فتبص تلاقي ان السحر مرشوش ليك قدام البيت، فبعد ما يرش ليك السحر تلاقي ان في الام في ركبك ومفاصلك، ما انتش قادر انك انت تمشي على رجليك، وتلاقي ان في شكوك كده بتكون في بطن رجلك من الاسفل. او ربما ان مثلا تاكله في الطعام فتبص تلاقي ان بطنك عماله بتألمك امساك الام شديده جدا، وكل ده يعني سبحان الله بيكون خلال هذا الشهر. لكن ربنا سبحانه وتعالى له رحمات وله ايات يعني سبحان الله اذا الانسان التزم بيها ما يهمهوش من اي شيء نهائيا. ولكن انا عايزك تحذر ان السحر لو جدد لك من طريق البشر فهو يعني ايه هين، لكن لو من طريق الجن فتعرف ان الشياطين مش عايزه تسيبك نهائيا. والشياطين لما بيسحروا الانسان عموما بيكون لهم اهداف، اول هدف ان هم يخلوا حياتك ضنك، انك انت تيأس من رحمه الله جل وعلا، وانك تقول انا جربت كل الطرق وسمعت كل الرقيه ومشيت مع كل المشايخ وما فيش اي حد جاب معايا نتيجه نهائيا. والاخرب من كل ذلك انك انت مهما تمشي علي برنامج علاجي ما تلاقيش فيه اي فايده، وتبص تلاقي ان في ميول لبعض الترانيم النصرانيه عند البعض، في البعض بيذهب للكنائس يتعالج فيها، ففي كلام كتير جدا في القصص دي، فالشياطين عايزة ان هي تحيدك بكل ما اوتيت من قوة عن طريق ربنا سبحانه وتعالى عشان حياتك تبقى جحيم وما تعرفش انك انت تخرج من تحت طوعهم. فعشان كده لازم تلجأ لله جل وعلا. اسمع اخي الكريم، انا هقولك على ثلاث احلام وعايزك تقول لي انت شفتهم في منامك ولا لا عشان نعرف بس ان السحر جدد ليك ولا لا. حلم من الاحلام ديت انك انت ماشي في مقابر مش عارف انك انت تخرج من المقابر، بتجري شمال ويمين وفي حد بيجري وراك وبيطردك، مهما حاولت انك انت تخرج من المقابر ما بتعرفش تخرج نهائيا، وكانك ممسوك داخل المقابر ومش عارف تخرج منها، وتصحى مفزوع وجسمك كلته متعرك. شفت الرؤيه ديت خلال شعبان؟ طب الرؤيه الثانيه انك انت تشوف نفسك يعني سبحان الله بتاكل اكله، والاكله ديت لما تاكلها تبص تلاقي لما تصحى من النوم اثرها في فمك، وتلاقي ان عندك انتفاخات وغازات، فده دليل على ان الجن يعني سبحان الله اكلك السحر. اما الرؤيه الاولى فسحرك في المقابر والجن جددوا. اما عن الرؤيه الثالثه وهي انك انت تشوف ان في كلب بيجري وراك او ثعبان بيطردك وتتكرر عليك هذه الرؤى اكثر من مره، فان رايت هذه الاحلام فلازم انك انت تحذر وتعرف ان الشياطين مش عايز تسيبك في حالك نهائيا. طب اعمل ايه عشان السحر ما يجددش ليا؟ حاول لك تذكر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان قاعد مع اصحابه، فقال للصحابه ان كل امر انتوا بتفكروا فيه ويكون يعني فيه معصيه هتتحاسبوا عليه،
وتلا قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فالصحابة رضوان الله عليهم شق عليهم ذلك وجزاهم الله عز وجل خير، لأنهم رحمونا من الأفكار اللي بتدور جوانا وفيها معاصي وذنوب. لو ما كانش الصحابة ترجوا النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة ديت، فما بالك إن كل اللي بتفكر فيه كنت هتحاسب عليه. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالزكاة فزكينا، أما هذه لا نقدر عليها يا رسول الله. فقال لهم النبي: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كاليهود والنصارى؟ قالوا: حاشا يا رسول الله. وجسوا على ركبتيهم وقالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول الله. فكان في اللحظة دي جبريل بجوار النبي، فرفع رأسه للسماء ثم نظر وقال: يا رسول الله، فتح باب لم يفتح لنبي من قبلك ولن يفتح لأحد من بعدك، نزل من هذا الباب إسرافيل عليه السلام بآيتين من كتاب الله، وهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة. هاتين الآيتين لم تقرأ في أي بيت في ليلة ويستطيع الجن أن يقربه، ولا في النهار ويستطيع الجن أن يقربه. فعشان كده أنا عايزك أنك أنت تقرأها على كأس مية مع آية الكرسي، وآية الكرسي معروف أن فيها يعني سبحان الله سبل للنجاة كتيرة جدا وسبل للحفظ كتير قوي. فلما تقرأ آية الكرسي مع آخر آيتين من سورة البقرة وتشرب هذا الماء، لا يستطيع أي شيطان أنه يجدد لك السحر أو يضرك. وتذكر معي يا أخي الكريم أن الإنسان بين رحمة الله جل وعلا، لا يستطيع أي ضر أن ينفذ له طول ما هو مع الله، وطول ما أنت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى ربنا متولاك. ولما يتولاك الله عز وجل لا يستطيع أي شيء في الأرض أيا كانت قدرته أنه يضرك. فعشان كده يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شهر رمضان ده فرصة عظيمة جدا للي عايز يعالج من السحر. ليه؟ لأن فيها الرحمة والشياطين مصفدة ومش هيقدروا يعملوا لك حاجة. فيا سلام لو أنت جيت تأكل تسمي الله وتحمد الله بعد ما تخلص أكل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن هو من يصلي على النبي. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإن أكلت وسميت ربنا سبحانه وتعالى فأنت مؤمن. الأمر الثاني إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن هو من يصلي على النبي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وغض البصر كل المؤمنين غضوا من أبصارهم. الأربع أشياء دولت لو التزمت بهم فأنت فيك صفات المؤمن، والعبد المؤمن يدافع الله عز وجل عنه. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فحاول أنك أنت تعالج نفسك خلال هذا الشهر ولا تضيع هذه الفرصة حتى لا تصاب بالضر. شاركها لغيرك فالدال على الخير كفعله. دمتم فدي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلام، وعايزك تقول لي انت شفتهم في منامك ولا لا عشان نعرف بس ان السحر جدد ليك ولا لا. اول احلام وعايزك تقول لي انت شفتهم في منامك ولا لا عشان نعرف بس ان السحر جدد ليك ولا لا.